أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَرًا

KUN KUN Oh! انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل وما كان من المشركين وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما

我也 يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولا الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرا والله محيط بالكافرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق تفعلون <applause> وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم